كان
الصورة بتاعت الشفتين اللي بتاعت البعض توبة وبتاعت البعض تفكير وبتاعت البعض قوة في الكلمة. القديسين احنا بنحب باستمرار نكون جمرات مستعلة زي الشورى لما تحط في الشاي الطحون وحب الشاي. مين اللي يسمي الناس الحرارة بتاعتهم بتعرف؟ الحاجات اللي من دول انواع واشكال، الحاجات اللي من دول انواع واشكال. من الحاجات اللي بتساعد الانسان على الحرارة الوقائع التدريسية كلمة تسمعها تشعلك بالنار، كتاب تروح وتقرأه يشعلك بالنار، نبيحة من إنسان روحي تجذبك للتوبة تخليك عايز تغير حياتك كلها وتبقى إنسان من نوع آخر. يوم من التناول يخلي جمر نار في قلبك مشتعل محطة رقم، لحن جميل من ألحان كلمتك، شوية ألحان من بضعة الجبهة تلاقي حرارة شديدة في قلبك. كلام ربنا أحيانا وأنت تقرأه يبقى كتبان نارية داخل إليك. إنسان في الوثائق الروحية باستمرار يلاقيش الحرارة الروحية باستمرار. يبقى بالوثائق الروحية تبتدي حرارة تاخدك يبتدي يلسع الروح. زي حرارية شغالة باستمرار حرارتها ماشية باستمرار. في سكة الحرارة تتسد. عايز يمشي يقول لك رحت سكة العربية. ليه سكة العربية؟ لما تركتها وانت ابتدت تتسد. وفي عربية سكة مدة طويلة تلاقي مسكريات بتاعتها كل شكل من لحد. مفيش حرارة. الإنسان اللي عايز إن لا يطفئ الروح عليه أن يحتفظ بالحرارة الروحية باستمرار بكل وثائق النعمة، بكل وثائق النعمة. إذا الحرارة بتاعته مشتدة فهل انت وثائق النعمة بتاعتك ما تزال موجودة ولا لا؟ هل بتستغلها بأحسن طريقة ولا لا؟ هل بتدور على الحاجات اللي بتشعل بحبة ربنا في قلبك ولا لا؟ لا تطفئ الروح. الروح دي عايزة شعلة مستمرة زي نور كل شيء يتمنى تحط لها وقود. لو جبتها بدون وقود جديد الحصادات الغازلين يبتدوا يبردوا شويه بشويه لغايه لما ما تلاقيهمش. فانت لازم باستمرار تحط وقود جديد لروحياتك. يا ريت كل واحد يسال نفسه ما هو الوقود الجديد المستمر الذي أدعه كل يوم لروحيات فين هو؟
الثانيه. ساعات الانسان يعيش يكون جديد ويشوف اشياء تجرب الحراره. الأشياء اللي بتبرد الحرارة الثقب الرجل بتعطي الثقب على الأطلاق. يعني ايه؟ يعني واحد عايز يروح قدام ويستفيد منه. واحد يروح قدام ويستفيد منه. لما يفوت على اثنين ثلاثة يقول لهم تعالوا نروح قدام مع بعض. وكان يتشوا مع بعض وكان يتكلموا اي كلام وان كان عنده حراره في داخله الكلام ده بيغلقها. في انسان يروح يحضر الاكلات وهو قاعد يصلي الميزانيه شرب خلاصه في السكه ويقول سيحضر القائلين لي الى ليس الرد نفسه. أشجع فرصة من الرب إليها أتمنى أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. أما هنا فبكثرة تخليك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام أنت الحبس بمخافتك. مخافتنا مخدودة أيها الرب إله القوات تشتاق وتجود نفسي بالدخول إلى ديار الرب. أعدي فخر الصراخ. أعدي نفسي في البطارية. لما كان يخش الكنيسة حرارته معاه. واحد كان ياخد معاه ثلاثة أربعة وإزراء ياخد كنيسة وإزراء ياخد بشيخة وكلام من شرق وكلام من غرب ضيع روحياته. لما يمشي في السكة راشين الكنيسة يتكلموا عن الأسعار وعن أزمة الكنيسة وعن ثلاث التليفونات والحكايات مفيش الحرارة راحت. يخش الكنيسة فين الكنيسة اللي موجودة؟ فين الحرارة اللي موجودة؟ لو يخش الكنيسة والأفكار لسه ماشية معاه فالكلام اللي كان بيتكلم بيه في السكة يكمله بالفكر جوه الكنيسة. يصير ماشي رايح الكنيسة والكلام ماشي فيه يلاقي ملاك من الملائكة قاعد يقول في ودانه لا تطفئ الروح لا تطفئ الروح. كلام كلام كلام. الواحد عايز يعترف. واحد عايز ايه؟ يعترف. يتنام على خطاياه وانا يا رب اخطيت وانا يا رب انا مش حق وانا يا رب انا مش سويت. في الامور اللي بتطفي وانت بيخبط فيه وراح يعترف. وبعدين يروح عند اكثر تعثرات يلاقي ثلاثة أربعة من كبيرين من كبر معاه يقعدوا يدردشوا سوا الدردشة تضيع ويقول له الحرارة اللي عنده. يخش عند ابويا لا ندم ولا ذكاء ولا تأنيب ضمير ولا حاجة ابدا. ايه الحكاية؟ كنا بندردش يفتش ايه؟ هل واحد يروح يوم القدام والقداس مليان بالحرارة وطول ما هو أثناء القداس قاعد يصلي يا رب يا رب يا رب أنا هخرج من القداس ده خلاص حياة جديدة لما هخرج من القداس ده كذا وأسلوب وكذا 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 أنا يا رب هخرج من القداس ده ملك رفعيل لا الملك مخيل لا السرافيل لا الشرارين ومحسوس خلص وفرحان ويخرج من القداس ده يقول الله لا وكلم يا رب وكلم كلام وكلام 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 وضيع كل اللي خدمه القداس. ما تتصور الروح تتصور الروح واحد يقول المشيط في الكنيسة من هنا لحد الكنيسة مع انسان حارة الروح يمكن يقتلك ثلاثة عشر سنين. والمشيط من هنا للكنيسة مع انسان منحل يؤخرك خمسين سنة. الانسان ده حسان كلمة أكيد وكلمة جيدة. أوعى تفكروا في ناس يعني واحد صلب كده بيعملوا خرسانة كده. لا من الناس كده اللي يسأل بسرعة ممكن يضرب بسرعة.
تتأثر. ودام انت بتتأثر بسرعة خلي بالك من نفسك، حط جنبك المؤثرات الكويسة اللي تديك حرارة في الروح، ما تخليكش تبرد بسرعة. الصحبة الرهيبة، كل واحد جاي شمشون الجبار، هذا الجبار ده الكتاب بيقول وحل روح الرب على شمشون، حل روح الرب ليه؟ على شمشون. وجابت الرسول حاطط شمشون من ضمن رجال الايمان في عبرانيين 11. وبعدين شمشون يعرف واحده اسمها جليل، وراح عند جليله مش ترميل على روحياته كارت الميه، تحط روحيات وقت لحدا مش خالص يطلع مفيش. لغاية لما قعد يقول أسراره كلها، لغاية لما قطف شعره، لغاية لما شالوه عينيه وضيع روح، فين شمشون؟ حطقت الروح؟ ما بكره تشوف الروح اللعب، لأن في عنصر كل ما ياخد حرارة عنصر يشيلهالي، كل ما يزيد يروح توبة عنصر يشيلهالي، كل ما يحاول يحتفل بالسر بتاع ربنا الغراء يشيله. لغاية ما ضاع ده ما تصير دلوقتي محاولات من بره يمكن تبطئ روحيات الإنسان ومكاسب، خليش عنده رب الغدر. لذلك انتقي أصدقاء وانتقي معارفك، لأنه ممكن إن صديق يرفعك لفوق وصديق تاني ينزلك لتحت، بل قد تكون حتى في الجواز أيضا إنسان تكون ليه امرأة صديقة كل ما يدرك في روحياته تشعل قلبه بمحبة ربنا، وإنسان تاني تكون امرأة مش بتاعة ربنا كل ما يشتعل تدرده. لازم اثنين يكونوا روحيين مع بعض، يعيشوا مع بعض الحياة الروحية، كل واحد يقوي الثاني، وكل واحد يجذب الثاني إلى فوق، وكل واحد يعطي من الحرارة التي فيه لزميله في الحياة. وانت العشرة بتاعتك انت بعيد، بلاش عشرة الناس سواء الأصدقاء أو الأزواج أو غيره. ايه الكتب؟ ايه القراءات اللي انت بتقراها؟ ايه المجلات اللي انت بتحط فيها؟ ايه الفكر اللي يجيلك؟ ايه هو؟ هل بيشعر روحك ولا بيبسط روحك؟ ما بيت انسان يخرج من يوم الميلاد وهو مليان من الروح، يقرا له كتاب ولا مجله ولا قصه ترجعه 10 سنين ورا، يرجع كل اللي عنده. مفيش. لغاية تكون مملوء من الايمان وتقعد مع واحد 5 دقايق يشككك والحرارة اللي عندك راحت. لا تكون مسلم تصميمات ومعروف كثيرة مع الله ونزول كثيرة وقاعدة واحدة تضيع كل حاجة. دور على الأشياء اللي تشدش روحك وحاول انك تبعد عنها. لا تكون سرور من الشيطان ليحاربك بيه، لا تحرب من الناس لتحاربك،
الشعور. يعني في حاجة من حتى للشياطين. كل ما الشيطان يلاقيك التدير في عمل من اعمال النعمة يحاول يرسل الروح التي فيه. فانواع وطرق شتى. لكن انت خليت واخد بالك من نفسك يدور على حياتك الروحية. من ضمن الاشياء التي تبعث الروح وتطفئها الاداريات. يعني واحد مثلا كان خاب المدرسه ما عندوش غير ربنا والقراءه والتامل والصلاه. وبعدين يديله أمام الصدر يقعد يدور على الدروس ويدور على الكراسات ويدور على اللي يروح والله يعمل والحفلات والرحلات ونؤمن في بإذن نترك في بإذن المعطلات وغيره إلى ركعة قبر إلى أن منام بالشر لما خلينا بعيد. بجد مثلا مدرس مشغول بالعلم وكل يوم يقرا ويجلس العلم. لما نقرا في المدرسه ولا ننظر مدرسه وقعد يشوف الغياب والحضور والامتحانات والتصحيح والاداريات والموظفين والتربيات ولا نص العلم. عشان كده ساعات طبيب كبير يرفض يمسك اداره مستشفى. يرفض يبقى وزير صحه. ايه اللي خلاه يعمل دلوقتي؟ خلينا في الامور بتاعت الشم والسهل. كذلك في ربنا انسان غير ربنا يقعد مع ربنا كده مبسوط كده. من اجل هذا كثير من الرهبان كانوا ياخذوهم في وظائف الرعايه لانه عارف وظائف الرعايه دي فيها اصطدامات وفيها اداره. هذا كثير من الرهبان كانوا ياخذوه في وظائف الرعايه لانه عارف وظائف الرعايه دي فيها اصطدامات وفيها اداريات. يقول لك ابعدوني عن بيتي فياخذوه يركبوه بالعافيه وان قدر يهرب لحياته يهرب لحياته. يقول لك انا مالي ابصر روحي ما تخليني في حالي ابعد عن بيتي وعن بيتي وعن بيتي. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي عوضا عن نفسه؟ واحد عايز يدور على خلاص روحه، يدور على ربنا يعيش فيه يعيش معاه ازاي؟ لا الإنسان اللي بيشوف حياته الروحية ماشية، يقول خليني في ربنا وخليني بعيد عن كل شيء يبعدني عن ربنا. النعمة بتعطي حرارة للإنسان، ولكن الإنسان ساعات يفتح قلبه للنعمة فتزداد الحرارة، وساعات علامة خارجية تمسكه تروح الحرارة منه تنتشر الروح. صدقوني من سنقول ايه، يمكن اكبر مأساة الواحد سمعها عن انتفاء الروح هي المأساة الآتية. ليس في اكبر منها بس انا على مخرج الوقت غيري. جيلاطس البنطي، جيلاطس البنطي حكم امام المسيح وهو اللي هيحكم عليه. فالنعمة أعطته حرارة غير معقولة. دفعات من الحرارة الروحية أعطيت لبيلاطس يمكن ما أعطيتش لغيره. إزاي؟ مجرد تأثير المسيح تقابل مع المسيح أعطيته حرارة روحية. الحلم اللي حلمته مراته وقالت له إياك وهذا البار
أعطاه له حرارة روحية. إجابات المسيح المؤثرة أعطته حرارة روحية. فبقى يقول ما أجد علة في هذا البار. لا أنا لازم أطلق خلقه. كل سنة بطلق خلقه أطلق خلقه ده. ده الملك بتاعكم. قعد يدافع عن المسيح بتاع جبار بحرارة شديدة جدا أعطيت للرجل لتمنعه عن الخطية. وبعدين عوامل ثانية دخلت جوه، الخوف تبقى عدو القيصر تشقد وجسدك يجرالك يحصلك، ابتدت الحرارة تروح وابتدى الرجل يخاف. وعشان يغطي عن اللي هو فيه جاب ميه وغسل ايديه. ليه يا حبيبي ليه؟ ما كانت الحراره معاك وكنت بتقول لا اجد عله في هذا البار، وكنت بتقول اطلقه، وكان قلبك مليان بربنا. عوامل خارجيه. اصعب حاجه في كل حراره. وراح للمسيح، ماذا افعل لكي ارث الحياه الابديه؟ حراره جميله. وبعدين جه الجار، اذهب بقى كل مالك. قال مجرد كلمه المال اطفأت الحراره اللي عنده، اطفأت الروح، اطفأت الروح. ومضى حزينا. الواحد يبص ليه وهو ماضي حزين يقول مأساة. إنسان كان مع ربنا من قيمة 5 دقايق ودلوقتي فقد اللي هو فيه. مأساة. نعمة ربنا تصل لكل إنسان لتشعل كل إنسان، ولكن مش كل إنسان بيخلص. لأن الشيطان أول ما يجد نعمة جت أفكار وحروب لغاية لما يضيع الإنسان من دائرة الله ويطفئ الروح. يجي لك إنسان يقول لك عايز أتوب، خلاص نفسي في حرارة شديدة، وبعد شوية دور على الحرارة ما تلاقيهاش. كانت فين؟ راحت فين؟ لماذا يطفئ الروح هكذا؟ لماذا يطفئ الروح هكذا؟ يعجبني في الابن الضال اول ما جت الحراره الروحيه جري على طول، راح لربنا على طول. هل اقوم الان واذهب الى ابي؟ وقام وذهب لابيه. عارفين الابن الضال ده لو قال استنى لما اقعد شويه مع اصحابي، وكان قاعد شويه مع اصحابه كانوا قالوا لي يا اخي ما هو ابوك موجود، تروح له بكره، تروح له بعده، تروح له الشهر الجاي، ما فرقتش، خليك معانا. طب نسهر الليلادي ونودع. لو سهر الليلادي عشان نودع ما كانش راح لابوها ابدا. والحراره موجوده راح على طول. يا ناس جات لهم الحراره وشاوروا غيرهم فضاعت الحراره منهم. عشان كده بولس الرسول بيقول لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته للوقت لم استشر لحما ولا دما. ده حتى بيقول ولا ذهبت للاخوه الرسل الذين كانوا قبلي في اورشليم. على طول راح على طول. ليه؟ حراره موجوده مش عايز تروح. واحنا تجيلنا الحرارة ونضيعها ونبرد، وربنا يبص لنا كده ويعاتبنا ويقول لنا لا تطفئ الروح، لا تطفئ الروح. ده انا اديتكوا شوية حرارة ضيعتوها فين؟ كانت معاك الحرارة من قبل وسبتها فين؟ من ضمن الاشياء التي تطفئ الروح التردد. التردد يوم في العالي ويوم في الواطي زي الغرابيش. يوم عايز ربنا ويوم اتشعلق في ليا وفيا 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 والعالم.
طب يا حبيبي مش كده، هتستفيد ايه؟ لا تطفئ الروح، لا تطفئ الروح. ربنا اشعل النار في قلبك خلاص امشي على طول، لا تتردد، لا تتردد. أيهم إلهنا تعرجون بين الفرقتين، إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان الله هو البعض فاعبدوه. التردد ده بيضيع. من ضمن الأشياء التي تطفئ الروح الترف، الترف والمسليات. واحد يحضر الكنيسة ويروح على البيت ياخد له سهرة مع رواية كوميدي، ولا سهرة مع غنيوة، ولا سهرة مع كذا ولا كذا، وبعدين يدور على اللي خده من العذر يلاقي راح. خسارة يا عين الأنبشنو، ده كان قاعد يحكي النص ساعة، وأنا النص ساعة دي أضيعها في القناة الثالثة. لا تطفئ الروح، لا تطفئ الروح. ربنا يتكلم في قلبك اشتغل على طول، لكن يتكلم في قلبك وبعدين تضيع اللي معاك، تبذر اموالك بعيش مسرف، تقصد روحياتك تضيعها، ليس صالحا لك هذا الامر كله. لا تطفئ الروح، لا تطفئ الروح. هجيب لكم مثل من محاربة الشياطين في اطفاء الروح. واحد يقف يصلي ويسكب نفسه امام الراب سكيبا، وفي من هو يصلي يجيله تأمل حلو جدا لطيف. لو مشي في التأمل ده روحه تلتهب، فيجي الشيطان يجيله هو يصلي يقول له ايه رأيك التأمل ده لو قلته في درس، ولا قلته لواحد، ولا قلته في عبر، ولا حكيته للآخرين، حاجة ما حدش يعرفها قبل كده. فيقول طب انا لو كملت الصلاه انتهت فأحسن من فات. يقول طب استنى، يسيب الصلاة ويدور على ورقة وقلم ويكتب التأمل، يكون ضاعت منه، يجي يصلي بعد كده مفيش حرارة. الشيطان ما يهموش ايه يعني تأمل؟ ايه يعني تأمل؟ لكن المهم يضيع حرارة القلب. الإنسان الروحي لا يطفئ الروح لأي ثمن، يتمسك بالرب ويشعل نار محبة ربنا يوم بعد يوم، ويتخير الأصدقاء الذين يرفعونه إلى فوق، وكل ما يجد عوائق، ما في عوائق، في معوقات لتطفئ الروح، لا يعترف بالمعوقات. القديس الأنبا أنطونيوس اشتعلت روحه في يوم من الأيام، فقال لا العالم ولا الدنيا ولا ما فيها، خلاص. ظلم بيها وروح لربنا وقرر هذا القرار. الشيطان قال له بس اتراك، ما تندفعش، نفكر شويه، اختك دي توديها فين؟ فكر. فلوس الجيه ممكن تعمل بيها مشروع وتخدم ربنا، تنفقها ليه مره واحده؟ الفقراء تقدر تخدمه، بلاش اندفاع، خليك حكيم وانا هعلمك الحكم. ولا همه كل دي افكار شيطانيه. هبيع مالي على بيع مالي وراح بحرم على طول. اختي دي ربنا يشوف لها طريقه، وربنا الفقراء دول يشوف لهم طريقه، المهم ان انا اروح وما اديش اسمع الكلام ده. في مهبطات تتك، في معوقات، في مشككات تحاول يشككك. الانسان الروحي خطه واضح امامه، لهيب الروح امامه، عايز اروح لربنا يعني عايز اروح لربنا، عايز اروح لربنا وانا عايز اروح لربنا. كل المعوقات لا اعترف بها. انسان بتاع ربنا. الشيطان مستعد ان هو يعرقل حياة الروح حتى
في عمق الاشتغال مع الله، حتى في عمق الاشتغال مع الله العقل. أما أنت يا إنسان الله فاجعل حياتك روحيات خالصة، روحيات خالصة، تقدم مستمر، النمو المستمر يعطي حرارة، والتوقف في الطريق يبرد الروح. دايما كده عايز تبقى حرارة، خليك في نمو مستمر، تقف تصاب بالفتور، تستمر في الفتور تصاب ببرودة، تستمر في البرودة تضيع وتهلك. بالمعنى السلبي، لكن المعنى الايجابي هو انك انت تشعل الروح باستمرار، تزود حرارتها باستمرار، مش بس ما تطفئهاش، تزود حرارتها باستمرار، تبحث عن الاشياء التي تنميك وتستمر فيها. في انسان يقرأ يلاقي كلمة أثرت في قلبه جدا وأشعلت روحيات يكتبها في نوته، وبعدين يكون موجود في اجتماع تمثيلة حلوة أثرت فيه يروح كاتب حاجة عنها في النوت، كل شيء يؤثر فيه يكتبه، ويجي في وقت من الأوقات يلاقي نفسه دارس شوية يطلع النوتة القديمة ويدور على الأشياء اللي كانت بتنعيشه زمان ويرجع ليها تاني ونرجع للحاجات دي، ويحاول باستمرار ان يتقوى في الروح، ان يكون حارا في الروح، ان ينمو باستمرار. النمو يعطيك حرارة والوقوف يبردك، النمو يعطيك حرارة والوقوف يبردك. يا ريت الانسان يستفيد من اخطائه فلا يرجع اليها. يقول انا تعهدت امام ربنا بكذا وكذا وكذا ورجعت في هذا التعهد، كان السبب ايه؟ واشوف السبب مرجعلوش تاني، كان في مؤثر خارجي هو ايه؟ كذا، مرجعلوش تاني. أحد القديسين قال: لا أتذكر إن الشياطين أطغوني في خطية واحدة مرتين. لو وقعت المرة دي لسبب، ما دام عرفت السبب ما أقعش فيها تاني. في لندن يجذبني الأسفل باستمرار، بيديني نصايح بتضيع روحياتي، بس معلش تاني ابدا، حتى لو كانت اخويا بجد، لان احد ابا او اما اكثر مني فلا يستحق. لا تطفئوا الروح. ربنا بيقول: وظيفتي ان اعطيكم النار المقدسه، ووظيفتكم ان تحافظوا على حراره هذه النار فلا تطفئوا. مفتاح المحرقة كانت تشتعل عليه النار طول الليل، النار المقدسة بتاعت ربنا، وكانوا يوقدون عليه حطبا نهارا وليلا، فكيف تظل النار مشتعلة؟ فلا يطفئوها. ربنا قال عن الكتاب المقدس: تلهب فيه النهار والليل. ليه النهار والليل؟ عشان يكمل لك الحرارة باستمرار. الصلوات بتاعت الكنيسة تلاحظ فيها ايه؟ صلاة تاسر والتالتة والسادسة والتاسعة والغروب، يعني الساعة 11 والنوم 12
ونفس فيه حاجة أولى وثانية وثالثة، إيه الكلام ده معناه إيه؟ ما تمرش ثلاث ساعات إلا وصلة موجودة فاصلة، عشان تبقى الصلة ماشية باستمرار بتنقذ الروح بطبع حطبا على مذبح الزفرقة. ده اللي بيحصل. يجي واحد يقول أنا طول النهار مشغول ما عنديش وقت، أجي أصلي الصلوات كلها على بعضها في الغروب. لما كلها على بعضها طول النهار دي مفيش كلام، يعني بتطفئ الروح، مفيش وقود يوضع على مذبح المحرقة لغاية لما حياتك تبرد. ووقت مشغوليات العمل، ووقت الإداريات، ووقت الجنس من هنا وهنا، ووقت المقابلات، ووقت الكلام، ووقت المشاكل، ووقت الضجيج، تلاقي روحك بردت. شوية الحرارة اللي أخذتهم مفيش. مفيش. يجي إنسان ثاني عارف إنه لا يطفئ الروح، يقول ربنا ده أمسكته ولم أصيه. ولو جه نص ساعة ونص ساعة كده وأقول يا رب ارحمني وألقت هذه رحمتك. يستجيب لك الرب في يوم شدتك. فأعطيني يا رب محبتك. فأعطيني يا رب أن أباركك وأسبحك. املأ يا رب قلبي من محبتك. تعب يا رب كذا، يا رب يا رب. تبص تلاقي الدنيا اشتغلت. المكنة تسيبها شوية تفضي. كل شوية تحط لها صح تمشي كده على طول. فهل أنت بتعمل كده؟ ولا سايب لما الروح تنتفض؟ عيشوا في هذا الجو الروحي باستمرار، ولا تطفئوا الحرارة التي يعطيكم الرب إياها، وابعدوا عن الوسائل التي تبرد روحياتكم، وقووا صلتكم بربنا باستمرار. له المجد من الآن إلى الأبد آمين.